تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم بتتراوح من درجتين لثلاث درجات مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة. هيصود طقس حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء ومائل للحرارة رطب ليلاً. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا حبيبي. أهلا بحضرتك. يمكن النهاردة بداية يعني انخفاض ولو طفيف في درجات الحرارة، لكن يمكن هو بس ارتفاع نسب الرطوبة أو استمرار ارتفاع نسب الرطوبة هو ده اللي محسسنا بحرارة الجو. أخبار الجو إيه النهاردة؟ هو طبعا بالفعل يمكن احنا مرينا امس واول امس بارتفاعات ملحوظه في قيم درجات الحراره، وسجلنا عظمى على القاهره الكبرى 40 درجه مئويه خلال فتره النهار، وكان ده بفعل الكتل الهوائيه الصحراويه اللي اثرت علينا وادت لارتفاع قيم درجات الحراره. لكن من اليوم تبدا مصادر الكتل الهوائيه تختلف، تكون كتل هوائيه شماليه قادمه مع امتداد مرتفع العروض الوسطى، وكمان هيكون في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار. عشان كده احنا بنقول هنبدا انخفاض طفيف وتدريجي في قيم درجات الحراره، يمكن ده هيكون في معظم محافظات الجمهوريه. يعني يمكن احنا امس عظمى على القاهره الكبرى كانت 39 درجه مئويه، اليوم متوقع ان هي تسجل 35 درجه مئويه، فانخفاض بحوالي 4 درجات عن امس. فبالتالي الاجواء هتكون اجواء حاره رطبة لأن الكتل الهوائية قادمة من على البحر المتوسط، فلسه في نسب رطوبة في الجو، وجود نسب رطوبة في الجو يخلينا نحس إن قيم درجات الحرارة أعلى كمان من اللي إحنا بنقولها. يعني 35 دي أنا هحسها لو تكون 37 بسبب وجود نسب رطوبة في الجو، بس بطبيعة الحال طبعا هيكون أقل من الأيام الماضية. أجواء حارة رطبة في المحافظات الشمالية بشكل كبير، وخاصة سواحلنا الشمالية المطلة على البحر المتوسط، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، حتى محافظات شمال الصعيد. تبقى المحافظات الجنوبية الموجودة في جنوب الصعيد أجواءها شديدة الحرارة فترة النهار طبعا، وكمان بعض الأماكن من جنوب سيناء. في فترات الليل اللي اتأثرت كمان خلال الليالي الماضية بالارتفاع كبير في درجات الحرارة، إن شاء الله متوقع الليلة الجاية يكون فيها انخفاض كمان بقيم درجات الحراره، وتكون صغرى فتره الليل من 26 ل 25 درجه مئويه، لكن نسب الرطوبه لسه مرتفعه طبعا كمان فترات الليل. فتره الليل هتظل اجواءها مائله للحراره رطبه في معظم المحافظات، لكن هيكون في نشاط للرياح. يعني احنا متوقع اليوم يكون في نشاط للرياح في معظم محافظات الجمهوريه. وجود نشاط للرياح سرعته بتتراوح من 30 ل 35 كيلو متر على الساعه، ده ممكن يساعد بعض الشيء ان احنا نحس بنسب رطوبه اقل، فبالتالي نحس باعتدال في الاجواء في فترات الليل، خاصه في الاماكن المفتوحه، المدن الجديده، الاماكن المكثوفه بشكل كبير، بالاضافه طبعا الظاهره الجويه اللي هتكون مؤثره معانا هي الشبوره المائيه. الشبوره المائيه بتظهر على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه فترات الصباح الباكر، لكن هي سرعان ما بتختفي مع سطوع اشعه الشمس، وان شاء الله مش هتاثر تماما على حركه المرور. يعني نقدر نقول 7 8 صباحا الشبوره المائيه تختفي، الرؤيه الافقيه بتتحسن على اغلب الطرق. كمان خلال الايام اللي جايه ان شاء الله هيكون في مزيد من التحسن في الاحوال الجويه، مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره، لان كمان هيبدا يكون في امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. وجود المنخفض الجوي ده هيعمل على وجود بعض السحب المنخفضة والمتوسطة اللي هتساعد على حجب جزء من أشعة الشمس، وكمان يساعد المنخفض ده ان احنا نحس بنسب رطوبة اقل، طبعا مش بالشكل الكبير. فاحنا على مدار الاسبوع اللي جاي كله العظمى على القاهرة الكبرى هتتراوح من 34 ل 32 درجة مئوية، فقيم درجات الحرارة هتكون حول المعدلات الخريفية المعتادة، خاصة كمان ان احنا خلاص بيفصلنا على نهاية فصل الصيف وبداية فصل الخريف تقريبا حوالي 8 أيام، فخلاص كل ما تقدمنا أكتر في شهر 9 كل ما هنحس بالتحسن في الأحوال الجوية. لكن طبعا ما يمنعش إن في بعض الأيام ممكن يكون فيها درجات حرارة أعلى من المعدل، لكن على الأقل أسبوع جاي تكون درجات حرارة حول المعدلات الطبيعية. نتكلم كمان على حركة الملاحة البحرية عشان الناس لو حابة تستمتع بالأجواء، الحمد لله إحنا عندنا اعتدال كمان في حركة الملاحة البحرية على البحر. يعني سرعة الرياح دي يا دكتورة منار مش مأثرة على حركة الملاحة بأي شكل من الأشكال؟
سرعات الرياح اللي موجوده معانا هي مش عاليه بالشكل الكبير اللي ممكن تاثر على حركه الملاحه البحريه على البحر المتوسط تحديدا. احنا بنقول سرعات رياح بتوصل ل 35 كيلومتر على الساعه، فبالتالي ارتفاع موج على البحر المتوسط ما بين 1 لـ 1.5 متر، فبالتالي مؤهل تماما لاعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزل. البحر الاحمر ايضا معتدل لمضطرب، يعني احنا نقدر نقول ان هو مؤهل لاعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزل، لكن بحذر. يعني احنا دايما نبقى حذرين لو تعمقنا داخل البحر الاحمر، لان ارتفاع الموج ممكن يوصل ل 2.5 متر. كمان قيم درجات الحراره في الاماكن الساحليه تسمح ان احنا نستمتع بالاجواء يمكن في كافه محافظات الجمهوريه، وزي ما قلنا هو انخفاض تدريجي، يعني بيبدا معانا اليوم تحسن عن الايام الماضيه، والايام اللي جايه هيكون فيها مزيد من التحسن. بس مهم ننصح كل الساده المواطنين ان الفتره دي فتره انتقاليه ما بين الصيف والخريف، وبيحصل فيها تغيرات سريعه في الحاله الجويه وتقلبات سريعه في الاحوال الجويه. مهم جدا يوميا نتابع النشرات الجويه. مهم كمان في الفتره اللي جايه، احنا لسه بنقول ان فتره الظهيره هنحس فيها بارتفاع الحراره، فلازم نتجنب فترات الظهيره التعرض المباشر لاشعه الشمس، وخاصه لسه من الساعه 12 الظهر ل 4 العصر. مهم كمان ان احنا في الفتره اللي جايه الشبوره المائيه تبدا تغير كثافتها من يوم للتاني، فلازم مع وجود الشبوره المائيه تكون القياده بهدوء تام على اغلب الطرق. طيب يعني حضرتك بتقولي انه شهر سبتمبر شهر التقلبات الجويه، ايام قليله بتفصلنا عن البدايه الرسميه للخريف او لفصل الخريف. امبارح كان دكتور محمود القياتي معانا على الهواء كان بيقول ما تثقوش يا جماعه في شهر 9، ما تامنلوش قوي لانه لسه في تقلبات جويه. هل متوقع يبقى في موجه حاره تانية في خلال الاسبوعين اللي جايين اللي فاضلين من شهر سبتمبر؟ هو احنا وارد جدا حتى كمان في النص الاول من فصل الخريف. ليه؟ لان احنا بنقول فصل الخريف فصل انتقالي، فبيكون النص الاول منه بيكون لسه فيه بعض سمات فصل الصيف، فوارد جدا ان احنا ما نأمنش كمان شهر 9 وبدايات شهر 10، لان احنا عندنا بيكون لسه في بعض الايام هنلاقي فيها ارتفاع في قيم درجات الحراره تكون اعلى من المعدل، لكن الاكيد ان هي مش هتكون بنفس الكيفيه او بنفس الاحساس اللي احنا حسيناه في شهر 8 وفي شهر 7، لان نسب الرطوبه هتقل، فبالتالي لما الكتل الهوائيه بتكون كتل هوائيه صحراويه طبعا بيكون معاها ارتفاع كبير في الحراره، لكن ما بيبقاش فيها ارتفاع في نسب الرطوبه بخلاف اللي احنا شفناه في فصل الصيف. احنا فصل الصيف يمكن كان من اسخن الصيف اللي مر علينا، ان كان عندنا ارتفاع في قيم درجات الحراره وارتفاع كبير في نسب الرطوبه، فبالتالي ممكن يبقى فيه موجات حاره على الاقل مثلا الاسبوع اللي جاي ان شاء الله مش هيكون فيه اي موجات حاره، لكن وارد جدا لحد نهايه 9 يكون في بعض الايام فيها ارتفاع في الحراره، لكن مش بنفس الاحساس وبنفس الكيفيه اللي احنا حسيناها في فصل الصيف. نشكر حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا كده بقى مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. متوقع العظمى في القاهره تكون 35 وصغرى 25، والعاصمه الاداريه 36 24، الاسكندريه 33 25، والعلمين الجديده 32 24، مطروح 30 23، ودمياط 30 26، بورسعيد 31 26، اسماعيليه 35 24، السويس العظمى فيها تكون 36 وصغرى 25، والعريش 32 24، كاترين 30 17، وطوبق 36 26، حلايب 36 29، وشلاتين 41 30، شرم الشيخ 40 29، اما الغردقه 41 27، الفيوم 35 25، وبني سويف ايضا هتكون 35 25، اما الوادي الجديد 40 25، واسيوط 37 24، سوهاج 37 25، وقنا 41 27، الاقصر هتكون 42 27، واسوان 42 28. ودي كانت درجات الحراره المتوقعه النهارده في القاهره والمحافظات.